في ظل إغلاق النوادي الرياضية قررنا أن تكون فقرتنا هذه عن كيفية عمل الرياضة المنزلية الصحيحة حتى تتمكن يا سيدتي من إنقاص وزنك وإنقاص منطقة البطن والأرداف بالتحديد. في هذه الفقرة أكيد نرحب بمدربة الرياضة ماستر مروة الهلالي. أهلا وسهلا بك يا مروة، منورتنا حبايب قلبي. أهلا وسهلا وأهلا وسهلا بالجميع اهلا وسهلا بك. يعني من فين ابدا في حياه النادي واللي قاعد يصير فيها؟ انا عندي احساس مره مستاءة، يعني لا انا ماني مستاءة، بس انا بكون حقيقيه ريل. انا ماني مبسوطه مره ولا اني زعلانه مره، بس احنا في سيتويشن لازم نتكلم فيه بعقلانيه. ممتاز. يعني اولهم ماي كلاينتس، الاندستري تبعنا، الوضع الرياضي والسوق الرياضي، وكيف انك انت كفيميل قاعد يطلع الخمس سنين اللي فاتت، بعدين السنة اللي فاتت والسنة هذه صار في تغيير جذري. في ناس كانوا قاعدين يبنوا وناس قاعدين، سيبي من انه طريقة بزنس، في ناس قاعد تبني معانا انهم طالبات او طبعاً متدربات، او انت مثلا كنت متعودة على نادي معين وفجأة هنك كل شيء، جالسة في البيت، يلا اوكي ثلاجة سكر حلا، الله يلا نعيش جمعات، يلا نخرج مطعم، يلا نقابل الناس، يلا ما في مطعم، في فراغ مع الجدول اللي اختفى. صح؟ صح كلامك. صح. طيب. بدأت العادات تاخذ كل هو كل شيء منقلب. طيب بس غير كذا لازم اللي كل يوم بتخليك تنقلبي زياده بالفعل، سواء انت بزنس وومن، سواء انت ربة منزل، سواء انت عندك منصه. مروه روقي روقي، تحتاجي شيء؟ لا حاجه فيها سكر عشان سكر روقي. مين قال لك السكر يروق؟ السكر يخليك كذا جاهزه، ممكن اقوم اسوي بوش اب عشان طب بالضبط. حط يدك ورا المخده تلاقي شيء يطلع لك، اي شوكلت بالعافيه عليكي. والله تروقي سيريسلي. قاعد تدور مروه؟ اكيد احنا بنمزح معاك، يعني احنا عارفين. انا شايفه كميه شوكلت بالله الكاميرا، شوفي بسبوسه. ترى انا فضحت الجيم، ترى شوفي هي عبير قبل الهواء. بس انا قلت لهم شيء قبل الكاميرا، جايز يو ار ان ديبرشن. اكزاكتلي. لا شوفي، لا عبير، لا نكلم صح يعني. شوفي لا لا لا، الوعي دائما يقول لا على طول. طب لحظه شوي، اذا انت طالبه علم. عبير انت، انا جيت وكنت ابغى. لا ما كنت ديبرشن، بس كنت، بس انت شاده حيلك السنه الاخيره شطوره. اي والله ما المشكله، انا بس ما ادري مع البندمك ايش صار. انا الوحيده اللي بتاكل في زميلاتي على فكره. لا بس انت عدلتي كثير، فاكر اخر مره وانت تقولي لي انا ورتبت وسويت وانا انا، بعدين جت الكورونا ما ادري ايش صار. ما ادري ايش في، كيف بنحف ما ادري. لا بس هو عشان كذا كل احد، كل احد. انا بس ابغى اقول شغله، بنات ترى مو مذيعات، وومنز، ميل، فيميل، موظفات، صاحبات بزنس، صحاب بزنس، ناس في الجوفرمنت، ترى احنا في مهمه، الكاميرا مانز، احنا في مهمه صعبه، انك انت بتعملي شغل والشغل قاعد يتغير مع البوليسي. كوكب الارض كله اقتصاديا، ماديا، اند نفسيا وصحيا مش كويس. فهذا انا ماني قادره ابتسم لانه حقيقي انا ما اقدر اسلك. لا يعني خلينا نكون، انا حكون حقيقيه بس بكل حنان. ماشي، احنا مطلوب مننا اكيد نكون فهمتي علي، كمان في نفس حقيقيه الوقت. بكل حنان اني انا افك اشياء تفكري فيها عميق. جميل، انا معاكي. يعني طبعا نكون واقعيين، نكون واقعيين بالضبط. اكيد لا بس لازم نكون واقعيين، نتعامل مع الظروف ونتعامل بالضبط بذكاء وبحب اكيد، ويبني كل شيء ويشيل كل الاوبئه ويشيل كل الاشياء اللي ممكن تصير. عشان كذا احنا كثير حبينا ان احنا نتعلم منك اليوم الان، عشان اكون شخص واقعي وعشان اكون منطقي. لا تقولي لي ارداف وبطن. لا ما اتكلم معك ارداف وبطن، انا اقول لك انا في البيت، انا الحين ما في انديه بالضبط، انا في البيت بالضبط. وانا انسانه وقتي كله والجدول كله راح، الجدول كله طيب. راح بالضبط. انا جايبتكم في الكلام وكتابتي وعملتي حلول. طيب يعني كل شوكليت استنى صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. طيب دحين احنا الناس قاعدين، الجدول قلنا فضي. طيب حياتي حتى الجيميه الساعه اللي كنت بعملها راحت، وصار مثلا السكاجول حق البزنس مثلا حقي او حق الامبلوينج او اي شيء، كل شويه ساعات في البيت بتزيد والديوتي ما في. فانا ايش اسوي؟ اعمل فيكس سكاجول بلان. ايش يعني؟ يعني جدول ثابت ومخطط له طويل، طويل المدى، ثلاثة شهور كذا امسك نفسي. تمسكي نفسك ده حب، تمسكي نفسك كذا من اذنك، تجلسي معاكي وتشوفي طاعاتك، تشوفي ايش عيوبك، تاكلي شيء زياده، تسهري، نفسيه تعبانه، اوفر ثينكينج، هذه الاشياء كلها. تعملي ساعه حتى لو نفسك في البدايه اكيد حتعطي زي البيبي الصغير. صح. البيبي الصغير لما تعوديه على ينام في السرير، طيب انا بعود جسمي انه هو يقوم من الجلسه دي، ومن المخ اللي مليون شغال اكثر من ميجا بايت، اكثر من اي كمبيوتر جهاز في العالم. صح. معجزه قاعد يشتغل جوا وهذا مهنئك.
الله على الدبريشن، الله على القولون، الله على الفات مسل لايت، الله على الأرداف، الله على الأرداف والبطن. الأرداف والبطن هذا مو شكل انت تتكلمي فيه سطحي تقولي وع، لا هذا معلش تفكري هنا تقولي انا سويت في نفسي كده، صح هذه نتيجة تحملي المسؤوليه. طيب ايش الحلول اللي انا ممكن اقدر اقولها بطريقه واقعيه؟ نرجع نقول مو بس روحانيه، معني انا اتكلم على اللي هنا مهم. وروحاني ونفسي يعتمد 170% عشان تبداي تعملي الجسد. صحيح، فهمتي علي؟ طيب احنا ناس، احنا وومنز في الحلقات السابقه دائما نقول احنا عباره عن هرمونات ومشاعر. صح، يلا تصرفي دي مع بانديميك مع مسؤوليات. مزبوط، إذا لا حد يلومنا يا جماعة، شفتوا يعني من جد عم نحن نقول إنه لا حد يلومنا، ما في لوم. صح صح، أنت بتلومي نفسك. أنت لو قاعدين تتكلموا على إنه زاد وزنك، لا تتكلمي على إنه زاد وزني. يعني مثلا عندي كلاينت ست شهور حقت البانداميك واللوكرت أب مثلا ثلاثة أو أربعة لقيتها زايدة 15-20، والباقي لا والله أخذتها وعملتها إنه تحفيز إني أنا أجلد نفسي أكثر وأتمرن أكثر، وفرصة وقت إني أركز مع نفسي أكثر، صارت فت مثلا، صارت فت وواو اللي كانت ما هي قادرة تسويه وهي قاعدة تشتغل سوته وهي دحين جالسة في البيت. فيختلف، ديبينز على إيش؟ نفسيتك، على أنت كيف تتفاهمي مع نفسك، تمسكي نفسك من إذنك بحب زي البيبي الصغير. تعال تعال يا فلانة، تعال يا مروة، أنا إنسانة أسهر ومشاعري طول الوقت احس في شيء فاضي، يجيني حرقان اروح اكلم صاحبتي، بعدين اروح اشوف نتفليكس، في فراغ عاطفي، بعدين اكلم الناس يجوني، بعدين اسوي زحمه، بعدين انا طفشانه من الزحمه دي، بعدين اروح ارجع الغرفه اكتئب، بعدين اروح اكل، بعدين ابكي، بعدين اتوحد يومين، بعدين ارجع اسوي نفس الفقره. صح طيب مثلا الان احنا حطينا يدنا على المشكله الان، ويمكن حضرتك اللي تفضلتي فيه وشرحتيه يمكن كثير الان يمر فيه، طب هذه المشكله، طب ايش الحل؟ شو اسوي؟ الحل اول حاجه قلت لك تمسكيها من اذنها، مسكتها من اذنها وجلست يور سيلف اسيستينج، تقيمي نفسك قبل ما انت تروحي للناس يقيموكي. صح، سواء مركز، سواء انت تعرفي انت ايش طاعتك. انا طاعتي مزاجيه، اكل اكل عاطفي، انا طاعتي. هل كل بيقدر يقيم نفسه؟ إيه؟ هل الكل بيقدر ولا بضحك على نفسي؟ ها هنا يعتمد انت، تعتمدي على اذا انت عندك مشكله في انك انت تكذبي وانت صادقه وحايسه، لا انت انسانه تروحي مكان في اشياء تساعدك، لايف كوتش، اطب نفسي. انا عندي هنا ارتباك، عندي في شيء نفسي ماني قادر يخليني اوصل لاهدافي صحيا، لانه صحتك حتعتمد على نجاحك وعلى تكملتك لادائك في وسط بانديميك مو سهله. طبعا طيب هذا الشيء احنا الناس قاعده تجن people going crazy. انا بعض الاحيان اهنق ايرور، ما ابغى حتى اتمرن كذا جاهزه، صرت اخر شيء اتمغط لانه النفسيه ولا الروحانيه مهمه جدا. بس بوسه جيبوا لي اتس اوكي سوي كذا بس موف. طيب الناس يتقسموا، في ناس جلسوا هنا قوا في البيت وهم حقون جيم، وفي ناس اصلا لسه من كثر ما هي جلست في البيت وكان عندها تبقى حياه تروح، تبقى تمشي، تبقى تحرك جسمها. مش هذا كويس اني احرك جسمي؟ هذه هي الحلول اللي احنا تكلمنا فيها. طبعا الحلول بالضبط، حلول للناس البدائيه اللي ما لها في اي شيء في الرياضه. انت انسانه تبداي تمشي، تقفلي خطوات، الطاعات اللي كنت تسويها وانت تتحركي اليوم كله من مكان لمكان تقللي نص الكميه، ضبطي الاكل خلاص عشان انت جالسه في البيت ما تقعدي. التسليه هي الاكل، تسليه سوي شيء ثاني، تسليه مثلا تعلمي كتاب، خذي كورسات، سوي حاجه ثانيه غير، اعملي أوكي. اعملي كنافه، انت اكيله اعملي هيلثي، اعمل هيلثي سلطات، سناكس كذا، شيء كذا خليك كذا عيونك تصير زي ما انت تجيبي الشيء من برا وتسوي كذا. صح، او وفي ريستورانت صارت تفتح النفس. صحيح صح. ماستر مروه يعطيك الف عافيه. يعافيك، شكرا. يعني اكثر يمكن شيء صدمتني انه لازم الانسان يفكر مع نفسه بواقعيه بمنطقيه، لانه مروه قريبه للواقع. صح، أكثر ناس ومنها منها حتعرفي تقدري تلعبي حبل، تبغي تسوي بيلاتس، ابغى اخش اونلاين، لا مالي نفس اونلاين، لا حاخذ لي كم ورقه اخذها من الاونلاين وانا اطبقها لوحدي. صحيح، حتشوفي انت ايش تبغي. اكيد، يعطيك الف عافيه مستر مروه، كثير انبسطنا بوجودك معنا اليوم. اعزائي المشاهدين مكملين معاكم، ولكن بعد الفاصل. تحول هواية الرسم على الأكواب بالأنيميشن إلى عمل مربح.